خلينا نروح لصاله الدكتور حسن مصطفى ومرسلتنا العزيزه هنا ابو القاسم عشان زي ما عودناكم نقل لكم اجواء المباراه. اتفضلي هنا. يا مساء الخير عليك يا كابتن هيثم وعلى ضيوفك الكرام وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت من داخل صالة دكتور حسن مصطفى هنقل لكم كل الأجواء وكمان الاستعدادات قبل انطلاق المباراة ورابع جولات تصفيات البال بين النادي الأهلي وفريق سيتي أويلرز. بس الحقيقة قبل مبدأ الاستعدادات والأجواء عايزة أقول لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي وكل الأهلاوية وحضراتكم في الاستوديو وأكيد مجلس إدارة النادي الأهلي كل سنة وأنتم طيبين. 117 سنة من الأهلي، الحقيقه دام الاهلي مصدر فرحتنا وفخرنا، فبالتاكيد كل سنه وحضراتكم طيبين. نروح بقى لاستعدادات النادي الاهلي. الحقيقه الفريق مركز بشكل قوي جدا، امبارح كان في راحه من المباريات وقام بقى الفريق بعمل تدريب. التدريب كان الساعه 4:15 ودام حتى الساعه 6:15 كان هنا على صاله دكتور حسن مصطفى. والنهارده الفريق اختتم استعداداته بمحاضره فنيه باستخدام الفيديو عشان يدرسوا طبعا فريق سيتي اويلرز بشكل قوي. يعني دي تاني منافسه طبعا بين النادي الاهلي وسيتي أويلرز في هذه التصفيات. المنافسة الأولى كانت طبعا النادي الأهلي متفوق بشكل كبير في المباراة، أنهى المباراة لصالحه بفرق بوينتس كبير، يعني بالتحديد بنتيجة 99-76. إن شاء الله بقى كمان النهاردة يقدروا يستحوذوا على مجريات المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها ويقدموا أداء قوي وممتع لكل جماهير النادي الأهلي. طبعا حتى الآن النادي الأهلي ماشي بخطوات ثابتة جدا الحقيقة، فاز في جميع المباريات، 4 مباريات بالعلامة الكاملة، ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة. خليني بقى أفكر حضراتكم بنتائج النادي الأهلي. في طبعا المباراة الافتتاحية كان النادي الأهلي وسيتي أويلر زي ما قلت بنتيجة 99-76. ثاني المواجهات كانت بين النادي الأهلي والمصري والأهلي الليبي وانتهت أيضا لصالح رجال النادي الأهلي بنتيجة 79-85. وبين طبعا الأهلي وبانجي دي كانت آخر مباراة شفناها، يمكن كانت مباراة برضو مليئة بالحماس وانتهت لصالح النادي الأهلي بنتيجة 85-79. إن شاء الله بقى النهاردة كمان رجال النادي الأهلي ويحققوا فوز ويفرحوا جميع الجماهير الأهلوية. الحقيقة كمان يا كابتن هيثم عايز أقول لحضرتك أنه رجال النادي الأهلي بالفعل نزلوا ملعب المباراة لبداية التسخين، وكمان عايز أقول أن كان في مباراة الحقيقة مشتعلة وكان فيها منافسة قوية جدا بين النادي الأهلي الليبي ونادي بانجي قبل مباراة النادي الأهلي، وانتهت بقى لصالح فريق بانجي. الحقيقة زي ما قلت كانت مباراة يعني مشتعلة لآخر دقائق أو ثواني في المباراة، لكن بانجي بقى قدر يقتنص المباراة ويفوز بنتيجة 96-93. حكت مباراة ممتعة جدا، إن شاء الله بقى رجال النادي الأهلي النهاردة يفرحونا ويقدروا يفوزوا في رابع الجولات. ده على صعيد الاستعدادات. كمان بقى خليني أنقل لكم الأجواء. الحقيقة الأجواء أكثر من رائعة ممتعة جدا داخل صالة دكتور حسن مصطفى. يمكن كنت ذكرت في المباراة الماضية اللي كانت أكيد شاشة قناة النادي الأهلي بتغطيها، الأجواء أكثر من رائعة ومميزة جدا، في سهولة في دخول الجماهير، في أجواء الحقيقة حماسية وممتعة جدا لكل الجماهير. يا ريت تيجوا وتدعموا أكيد رجال النادي الأهلي. طبعا دائما الحقيقة لاعبي النادي الأهلي بيأكدوا أن وجود الجماهير بيكون فارق جدا وبيضيف حماس للمباراة، فريد بقى كل أكيد جماهير النادي الأهلي تيجي وتدعم رجال كرة السلة. يعني دي الأجواء والاستعدادات. كمان بقى قبل ما أختم كلامي أكيد عايزة أهني الحقيقة رجال كرة الطايرة بعد فوزهم أمس بالبطولة الإفريقية. الحقيقة عاملين موسم كبير جدا حتى الآن، فازوا في جميع البطولات، طبعا كده بقى تأهلوا كمان لكأس العالم للأندية، فأكيد بنبارك لهم. الحقيقة كل فرق النادي الأهلي مميزة جدا، بتعمل مستويات كبيرة جدا في جميع البطولات، فبالتأكيد ببارك لرجال كرة الطائرة. إن شاء الله كمان رجال كرة السلة يفرحونا يوم السبت القادم ويتأهلوا لدور النهائي من هذه التصفيات اللي هتكون في رواندا. وكمان بقى سيدات الطائرة كمان إن شاء الله يوم 4 مايو يكونوا بيتوجوا بالبطولة الإفريقية. طبعا مع حضرتك يا كابتن هيثم، وحضرتك عايز تسأل في أي حاجة أو أي استفسار، والآن عودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. هنا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نبارك لك النهارده بعد الماتش ونبارك لبعض كمان التاهل الى نهائيات رواندا بال 4، وان شاء الله عشان نحافظ على اللقب اللي احنا فزنا فيه السنه اللي فاتت. بال 3 هو حامل لقب النادي الاهلي، وخلي بالكم النادي الاهلي تاهل لبطوله العالم ايضا في كره السله هذا الموسم.